مشهد ليس بجديد على العراق، نزاع عشائري طاحن بمختلف أنواع الأسلحة، وهذه المرة في قضاء قرمة بني سعيد في ذقار، ما أوقع قتلى وجرحى وتطلب إرسال تعزيزات أمنية كبيرة للسيطرة على الوضع، لتسلط الحادثة الضوء مرة أخرى على عدم نجاعة الخطط الموضوعة منذ نحو عقدين في معالجة هذه الظاهرة وحماية الأبرياء من تداعياتها. تصاعد النزاعات العشائرية التي عادة ما تكون بسبب خلافات شخصية أو اقتصادية أو على خلفية جرائم جنائية وحوادث عرضية يعزوها مراقبون في الدرجة الأساس إلى سهولة الحصول على السلاح وبأنواع مختلفة باتت تباع في الأسواق وعلى صفحات إلكترونية بعد أن فتحت تلك النزاعات الباب لرواج سوق الأسلحة، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث تضاعفت أسعار الأسلحة الخفيفة بل والمتوسطة أيضا. أما أسلحة العشائر فلم تعد تقتصر اليوم على الرشاشات الخفيفة، بل باتت تملك صواريخ ومدافع رشاشة وعجلات مدرعة وأسلحة أخرى ثقيلة تستخدم أحيانا خلال القتال العشائري، ما يؤدي إلى وقوع نزاعات طويلة الأمد أحيانا تدوم أسابيع ولا تنتهي من دون خسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي. في المقابل يسبب الفارق بين أسلحة بعض العشائر وأسلحة القوات الأمنية المحلية الكثير من الحرج، ويؤخر حسم هذه النزاعات ويستدعي إرسال تعزيزات أمنية لمنع حدوث صدامات وضحايا بين العشائر والقوات الأمنية. ضبط السلاح ومصادرته في مناطق النزاعات العشائرية مع إجراء تفتيش واسع في كل المناطق التي تحصل فيها تلك النزاعات، إلى جانب ملاحقة مروجي وتجار بيع الأسلحة، يقول مراقبون أمنيون إنها إجراءات يجب أن يتم اتخاذها بحزم وبشكل دوري للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المدنيين وتربك الوضع الأمني.